السلام عليكم، بونجور ا توت اي ا توس. ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، في صحة جيدة ان شاء الله. اليوم جبت لكم وصفة خطيرة خطيرة لتبييض الاسنان بطريقة صحيحة وبمكون سهل وبسيط، وعلى ما اظن في متناول الجميع. هانتوما كتشوفوا الفطور ديالي، يلا حطيته، يلا غادي نفطر. وانا نقول غادي دابا نسجل هذا الفيديو باش تعمل فائده للجميع ان شاء الله على بركه الله. المكون الوحيد اللي كنحتاجه في هذه الوصفه هي بيكربونات دون الصود، بيكربونات بالعربيه بيكربونات الصودا ولا السود. كناخذوا دونتيفريز ولا معجون الاسنان، كنديرو على البروسادون على شيتات الاسنان باش كنغسلوا اسناننا، وكنزيدوا عليه واحد الحبيبات من هذا المكون الوحيد بيكربونات دو السود. كنديروا غير حبيبات قليله قليله جدا، وكنغسلوا اسناننا وكنداوموا على هذه الطريقه جوج مرات في الاسبوع، وغادي تلاحظوا تحسن في بياض الاسنان ان شاء الله. وان شاء الله تشكروني على هذه الوصفه وتكون مفيده ليكم. وما تنساوش دعموني بجيم وتشاركوني في القناة، وركوا على الجرس، وهذا فضلا منكم وليس أمرا مني. والسلام عليكم.